قد نشر خبرا بيفيد بانه بيركز الفتره دي مع اللاعب هيثم حسن اللاعب المصري المحترف في الدرجه الثانيه الفرنسيه. هيثم حسن هو لاعب صغير في السن، شاب كان لسه بيلعب كاس العالم للشباب من فتره، وكان شفت له جول صنعه في ماتش اسبانيا. فهيثم حسن هو لاعب جناح ايسر وايمن، يعني بيلعب ناحيه صلاح ناحيه رمضان صبحي في الناحيتين في فريق اسمه شاتورو الفرنسي. لعب 14 مباراة هذا الموسم وصنع هدفا أمام فريق كان. هيثم حسن شارك دوليا 12 مباراة مع منتخب فرنسا تحت 17 سنة، سجل هدفين قدام إسبانيا وديا ولوكسمبورغ في تصفيات اليورو، صنع هدف قدام إسبانيا زي ما قلت لكم في كأس العالم تحت 17 سنة، شارك في 8 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 18 سنة، سجل هدفا أمام البرتغال. طيب ما تتفاجئش، يعني هو لاعب بيحمل الجنسية الفرنسية لكنه له أصول مصرية، لكن هتتفاجئ أكتر لما تعرف إن المصرية والفرنسية مش هما الجنسيتين الوحيدتين للاعب اللي أعلن البدري إنه بيتابعه. لكن عشان تعرف تفاصيل أكتر فممكن نروح للمتخصص جدا في اللاعبين المصريين أو أصحاب الأصول المصرية المحترفين في الخارج، وهو صديقي العزيز المتخصص في هذا الأمر وسيم أحمد الصحفي الرياضي المتألق. وسيم أهلا بيك، منورنا حبيبي يا هاني. أهلا بيك، أنت اللي منور دايما الحقيقة. ربنا يخليك يا رب. وسيم أولا وحشني، بقالك كتير ما تقابلناش، فيا رب تكون بخير. الحمد لله كله تمام يا رب، أنت كمان تكون بخير يا رب. حبيبي شكرا. عايز أطمن أو أعرف منك مين هيثم حسن، اللاعب اللي أعتقد المصريين قليلين اللي كانوا سمعوا عنه، يمكن سمعنا عنه قبل كده من خلالك، لكن اللي الكابتن حسام البدري بيعلن ان بيتابعه علشان قد ينضم للمنتخب الفتره اللي جايه. تمام. طبعا هو الحقيقه هيثم هو لاعب طبعا محترف في فرنسا في دوري الدرجه الثانيه الفرنسيه، وتحديدا زي ما انت قلت في نادي اسمه تشاترو، وهو لاعب مواليد 2002، يعني عمره 18 سنه بس يعني. تمام. والحقيقه ان الولد ده الصحافه الفرنسيه بتتكلم عنه بشكل كويس جدا، وبيقولوا دايما ان هو واحد من اللعيبه يعني صاعده بقوه في عالم الكره الاوروبيه. يكفي ان هو عايز اقول لك انه وقع عقد احترافي مع نادي تشاترو هو عنده 16 سنه ونص بس. تمام. عشان يكون اصغر لاعب وقع عقد احترافي مع نادي، وواحد من اصغر اللعيبه اللي وقعوا عقود احترافيه مع الفرق الاولى بشكل عام بقى في اوروبا. والحقيقه ان زي ما انت ذكرت هو لاعب فرنسي الجنسيه، لكن احنا بنتكلم عليه لانه والده مصري. وبالتالي ممكن جدا ان احنا منتخب مصر يستفيد من اللاعب ده لو قدرنا ان احنا نتحرك بسرعه ونتفاوض مع اللاعب، لانه بالفعل زي ما انت ذكرت لاعب لمنتخبات فرنسا للشباب تحت 17 وتحت 18 سنه، وشارك في كاس العالم بالبرازيل الاخيره اللي كانت منذ اشهر قليله. فبالتالي هيبقى يعني لازم يكون في تحرك سريع اذا كنا عايزين نضمه لمنتخب. طيب. مصر. هيثم هل هو يعني احترف في فرنسا ولا اتولد في فرنسا فهي حياته كلها هناك كانت؟ هو الحقيقه هو هيثم والده على فكره من اسوان، من هنا طبعا، من مصر، من المدينه الجميله مدينه اسوان. تمام. لكن هاجر من سنين طويله، والولد اتولد في فرنسا. تمام. وعشان كده بحكم المولد والنشأه هو بيلعب في الدوري الفرنسي وبيلعب مع منتخب فرنسا. طيب. خليني اقول لك كمان ان والدته تونسيه، وده كمان اللي بيفتح الباب، لانه ممكن جدا او مش ممكن ده بالفعل في محاولات كبيره جدا جدا من جانب الاتحاد التونسي لتجنيس هيثم. وليه بقول تجنيس؟ لان هو الحقيقه لحد هذه اللحظه هاني معهوش الجنسيه التونسيه، صحيح والدته تونسيه لكن الجنسيه لسه ما طلعش اوراق يعني تونسيه. تمام. لدرجه ان الاتحاد التونسي خليني اقول لك انه بيطالبوه ان هو بس يعني يقبل انه يلعب بتونس، وفي 24 ساعة يكونوا مخلصين له أوراقه التونسية بالكامل ويطلعوا له جواز السفر في 24 ساعة فقط. طيب. وده اللي بيأكد إن اللاعب موهبة كبيرة جدا، وهيبقى في تنافس كبير ما بين مصر وما بين تونس. طيب وسيم، هو كيف وصل للكابتن حسام البدري؟ أنا يعني إعلان الكابتن حسام البدري إن بيتابعه باهتمام ده أمر كبير، يعني ده معناه إنه في اهتمام أو إنه في أمور فنية ارتقت إلى حد إنه ممكن ينضم قريب للمنتخب، فإزاي وصل له أصلا؟ من خلالك أو إزاي أو شافه إزاي؟ هو الحقيقه يعني خليني اقول لك مفاجاه انه هيثم لولا خروج مصر من بطوله كاس الامم الافريقيه اللي اقيمت في مصر العام الماضي لكنا شفنا هيثم بالفعل مع المنتخب الاول من شهور، لانه انا بالفعل عرضت الولد على الكابتن هاني رمزي، وكان ده كان موثق على الهواء مباشره لقاء ما بيني وما بينه، وقال لي انه هيعرضه على اجيري، ولكن طبعا زي ما احنا عارفين خروج المنتخب من
بطوله كاس الامم الافريقيه ورحيل الجهاز هو اللي عطر الموضوع. في الوقت الحالي طبعا ومع تدخل تونس اللي رصدته بشكل كبير او تدخل الاتحاد التونسي اللي رصدته في الفتره الاخيره واصرارهم على ضم هيثم، تواصلت طبعا مع كابتن حسام البدري، وراجل حقيقه كان مهتم جدا لما فرجته على اللقطات او الفيديوهات الخاصه بهيثم. لاعب واضح انه مهاري جدا يا هاني، لو تشوف مهارته في المراوغه. يكفي ان اقول لك انه دخل في احد الاسابيع ضمن فريق الاسبوع في دوري الدرجه الفرنسيه، دوري الدرجه الثانيه الفرنسيه، برغم صغر سنه، وتم اختياره بناء على عدد مراوغاته الناجحه في المباراه الواحده اللي كانت وصلت لثمان مراوغات ناجحه في المباراه، وبالتالي عنده ميزه كبيره جدا في المراوغه. كمان بنيته الجسديه ما تشوفه هنا هتلاقي انه واضح انه قوي البنيه جدا، ما تقولش ده لاعب عنده 18 سنه. مظبوط، ده حقيقي. وبالتالي كابتن حسام البدري اهتم جدا بهذا الامر. وخليني اقول لك انه الحمد لله قدرت اني يعني اعمل كونكشن كده ما بينه وبين اللاعب ووالده، علشان خاطر يتم التنسيق بقى ما بينهم في خلال الفتره القادمه. تمام. والحاجه اللي عايز اقولها لك كمان المهمه جدا هاني واللي بتختلف مع هيثم عن اي لاعب قبل كده قدمته لمنتخبات مصر، الحاجة المباشرة جدا انه معاه بالفعل الباسبور المصري. وبالتالي من بكرة لو في معسكر يقدر ننزل مباشرة، مش هنحتاج وقت طويل علشان نخلصه الاوراق. طيب وسيم، هل الخبر اللي نشره الكابتن حسام البدري يعني الغرض منه زي ما يكون ربط اللاعب علشان ما يروحش المنتخب الفرنسي الاول او المنتخب التونسي؟ لا اعتقد ان الموضوع مش بالخبر، هو الموضوع اهم حاجة التنسيق على ارض الواقع. وخلينا اقول لك انه يعني انا زي ما قلت لك حصل الكونكشن ما بين المدرب طبعا كابتن حسام بدري وما بين اللاعب ووالده، لكن التفاصيل انا طبعا مش حابب اقولها لان دي طبعا يعني ده حق اصيل للكابتن حسام البدري. لكن خليني ابشرك وابشر المشاهدين انه ان شاء الله هيثم هيكون من نصيب مصر باذن الله. تفاصيل اللي دار ما بينه وما بين والد اللاعب او الاجراءات اللي هتمشي ازاي، يعني ده احتراما طبعا للكابتن حسام البدري. هو طبعا لوقت ما يحب يعلنها يعلنها، لكن انا باكد لك انه تم التواصل مع اللاعب من خلال الكابتن حسام البدري، وان شاء الله الدنيا هتمشي بشكل كويس جدا ان شاء الله في الفتره القادمه. هل يتحدث هيثم العربيه؟ لا الحقيقه هو بيتحدث الفرنسيه فقط. تمام. لكن يعني دي ما اعتقدش ان هي هتكون عائق اكيد لانضمامه للمنتخب. وعايز اقول لك كمان قبل ما انسى، الولد ما شاء الله يعني جاي له عروض من انديه كبيره هنا يعني في اوروبا. يكفي اقول لك برشلونه وتوتنهام وواتفورد وحتى موناكو، عرض عليه عرض وهو رفض الحقيقه الانتقال لموناكو. فيعني واضح ان اللاعب ده هيكون ليه ان شاء الله مستقبل كبير جدا. ومن هنا كان لازم ولا بد من سرعه التحرك الحقيقه، وده اللي حاولنا ان احنا نعمله في الايام الماضيه. مين من اللاعبين قبل كده قدمتهم ولعبوا في المنتخب بالفعل، يعني عرفت المنتخب عليهم من المصريين في الخارج؟ كان في يعني البدايه طبعا كان مع كابتن ربيع ياسين في 2013، عرضت عليه الكسندر ياكوبزن او الشهير في مصر بامير عادل، وراح معاه بطوله الشباب في 2013. وكان كمان في بعد كده سام مورسي مع المنتخب الاول، وفي طبعا بعض محاولات للعيبه لكن ما تمتش بسبب طبعا ايه زي ما بقول لك انه مش دايما كل المدربين الفنيين بيهتموا بالموضوع. يعني كان في لعيبه مميزه، لكن يعني عايز اقول لك عبد الله ياسين اللي بيلعب حاليا في المقاولين، ده كان في وقت من الاوقات كان بيلعب برضه مع منتخب فرنسا للشباب زي هيثم بالظبط، ولعب في كاس عالم مع فرنسا، لكن كان في دايما تاخير في ضمه. مش لازم اذكر بقى الاسماء المدربين الفنيين، لكن يعني في لعيبه قدمتهم منهم اللي شارك زي ما ذكرت الكسندر، وعلى فكره الكسندر حتى شارك مع المنتخب الاول مع هيكتور كوبر على ما اذكر، وسام مورسي زي ما ذكرته. وانا حابب اشكر طبعا كابتن حسام البدري لاهتمامه بالموضوع ده، لان لولا تدخله في الوقت الحالي اعتقد كانت هتبقى وجهه اللاعب لتونس الحقيقه. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا وسيم احمد على مداخلتك وعلى توضيحاتك، لان في ناس كتير قوي ما كانتش تعرف لما قرت الخبر ان حسام البدري يتابع هيثم حسن، وهو اللي قايل الخبر كابتن حسام البدري بنفسه، فكنا عايزين نعرف تفاصيل، فهي دي التفاصيل لحد ما نشوف اللاعب اللي طبعا انتوا عارفين